كلما ذكرت مسألة تجديد الفكر العربي الإسلامي من منطلق نقد العقل الذي أنتج التراث الذي لا يزال يفعل فعله في تشكيل المحددات المعرفية للحضارة الإسلامية، فإن اسم المفكر الجزائري محمد أركون غالباً ما يكون أحد اسمين أو ثلاثة من الأسماء التي يقترن ذكرها بهذه المسألة اقتراناً، حتى لكأنها منها بمثابة العنوان. ورغم أن أعمال أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة السوربون الدكتور محمد أركون تحظى باحترام بالغ لدى الأوساط الأكاديمية الغربية وخاصة منها الفرنسية والأمريكية ولدى نخبة متخصصة من الباحثين والمثقفين العرب والمسلمين، فإنه ينعى على المؤسسات الجامعية والساحة الثقافية في العالم العربي والإسلامي عدم الاطلاع الكافي على القدر الأدنى من إنتاجه الغزير، ناهيك عن ارتياد ما يفتحه من آفاق فكرية. ذلك أن محمد أركون ملتزم منذ أواخر الستينيات القرن الماضي بتوجيه مساره الفكري نحو خدمة قضية أكاديمية جريئة تتمثل في تأسيس تاريخ منفتح وتطبيقي للفكر الإسلامي. ونظراً إلى أن هذا المشروع النقدي الذي أطلق عليه محمد أركون اسم الإسلاميات التطبيقية هو حسب وصفه مشروع شديد الجدة وشديد التعقيد، فإن محمد أركون من فك يدعو منذ البداية إلى أن تتجند لهذا المشروع مجموعة متنوعة من الباحثين حتى تتضافر في إخصابه مختلف المقاربات والإضاءات التي يمكن أن تثمرها العلوم الإنسانية. ولكن رغم أن هذه الدعوة لم تلقى إلا استجابة محدودة للغاية، فإن محمد أركون مستمر منذ نحو 40 عاماً في بلورة هذا المشروع الفكري الطموح، بل إنه لا يزال لغاية اليوم يتقد في سبيله حماسة كما لو أنه قد باشر العمل فيه للتو. وإذا كان خطاب محمد أركون غير مألوف بالنسبة للثقافة العربية بقدر ما هو غير مألوف بالنسبة للثقافة الأوروبية بحكم جذرية موقفه النقدي ومنهاجه التعددي، فليس ذلك بغير ذي صلة بثراء شخصيته وتعدد انتماءاته. هو الجزائري ذو الأصل الأمازيغي الذي آلت به نشأته في حضن لغات ثلاث إلى أن يجترح الفضيلة من الضرورة، فضيلة التفتح الثقافي من ضرورة التنوع اللساني. عندما تنتمي إلى أقلية لسانية، دائما الأقلية مجبرة أن تتعلم اللغة المكتوبة التي يستعملها الناس وتستعملها الدولة، لأن اللغة مرتبطة بالدولة والمدرسة كذلك. فإذا لابد أن تتعلم لغة أو لغات عديدة. وبالنسبة فيما يخص المغرب مثلا، الآن نجد في المغرب معظم المغاربة يتكلمون البربرية إذا انتموا إلى الأقليات الموجودة إلى الآن، ثم العربية ثم الفرنسية، وهذا كسب ثروة فكرية وثروة لسانية، لأن تعلم اللغات وتعدد اللغات يفتح آفاق عديدة. وإذن يجب أن نرحب بهذه الثروة وأن لا نهملها، خاصة في الظروف التي نعيش فيها والتي الآن مثلا يجب أن نتعلم الإنجليزية. لا يمكن أحد اليوم أن يتخلى عن هذه اللغة مهما كانت لغته الأصلية والرسمية. فالتنوع الثقافي الذي أصبح الآن مطلبا أساسيا لكثير من المجتمعات واتخذته اليونسكو هدفا من أهدافها تأكيد أهمية التنوع الثقافي، هو موجود. اللغات هي ذاكرة الجماعات البشرية، والذاكرة دالة على ثقافة وعلى مدنية خاصة بكل جماعة تتكلم لغة، ولذلك يجب علينا أن نحافظ على جميع اللغات اليوم.
لأننا إذا همشنا أو ألغينا لغة من اللغات، ومع الأسف تلغى اللغات كل يوم. نعم. كل يوم هناك لغات تندثر. نعم. وهذا خسار كبير فيما يتعلق بتعرف الإبداع الإنساني لطرق من التفكير، لطرق من الإبداع الأدبي، ومن الإبداع الفني، ومن الإبداع في تنظيم الحياة البشرية. ويجب أن نحافظ على هذا، وهذا نسميه تراث الإنسان. ولذلك اليونسكو يحافظ، وهذا يعني من المزايا الكبيرة لهذه المنظمة، تحافظ على هذه اللغات حتى لا تندثر. ذكرت في أحد كتاباتك أنك كعضو في مجتمع، تنتمي إلى مجتمع لجأ إلى الكفاح المسلح من أجل التحرر، ثم احتذى النموذج السوفيتي في إدارة الشؤون العامة. شعرت كباحث اجتماعي وأنثروبولوجي بدرجة أكبر من المسؤولية من الباحثين الآخرين الذين ليس لهم نفس الخلفية التي لديك، بضرورة إعادة التفكير في الموروث الإسلامي متوسلا بأحدث ما توصلت إليه مناهج العلوم الاجتماعية. هذا لا بد منه، وهذا العمل هو عمل علمي لا يمكن أن نقوم به إلا إذا تسلحنا بجميع المعاجم الاصطلاحية التي ينتجه كل علم من العلوم التي نسميها علوم الإنسان والمجتمع. وهذه العلوم هي التي تمكننا من أن نتعرف على الأبعاد الأنثروبولوجية لكل ثقافة. والأنثروبولوجيا مفتاح للثقافات البشرية، ومفتاح لنتعرف لا على ما أنتجته الثقافات فقط، بل على ما يغذي تلك الثقافات، على أسس كل ثقافة. أعني بأسس كل ثقافة مثلا الدين. ما هو الدين؟ وكيف الدين هو الذي يصبح مصدرا للفكر البشري في كل الثقافات؟ والدين أيضا يشير إلى أسلحة للتعبير، آلات للتعبير، مثلا القصص، ما نسميه القصص، والقرآن يسميه القصص، إنا نقص عليك أحسن القصص، وترجمة القصص هنا هو الميت. أذكر هذا لأن اللغة العربية مع الأسف أخطأت في ترجمة هذا المفهوم الأنثروبولوجي الذي هو مفتاح من مفاتح التعرف والتطلع على الثقافات وعلى الأنظمة الفكرية التي يبدعها الإنسان في كل ثقافة. لماذا؟ لأن مفهوم ميت نجده في بداية الفلسفة. أفلاطون الفيلسوف المعروف يؤدي جميع تفكيره الفلسفي اعتمادا على قصص، أقول ميثولوجيا، ميتيك، دي ريسي ميتيك. الميتوس باللغة اليونانية يوازي لوغوس. لوغوس هو التفكير والتحليل، جميع الآلات التي يستعملها العقل للاستدلال، للاستنتاج، لتفهيم. هذا اللوغوس، ميدان اللوغوس. والميتوس يستعمل الرموز، يستعمل الاستعارات، كما نجد ذلك في الأدب، وكما نجد ذلك فيما نسميه الخطاب الديني بصفة عامة، المجاز. نعم.
الخطاب الديني بصفة عامة في ما نسميه التوراة، ولكن التوراة قسم فقط، كتاب من الكتب العديدة التي تكون ما نسميه العهد، كتب العهد القديم. هناك العهد القديم والعهد الجديد على حسب التقدير المألوف طبعا الآن في تاريخ الأديان. والخطاب الديني مبني على القصص، وهذا نجده في القرآن. القرآن، الفن القصصي في القرآن. هناك كتاب معروف جدا اللي خلف الله، محمد خلف الله، ومع الأسف عندما أصدر كتابه وجد رد فعل يعني سلبي، لأن الثقافة العربية لم تتعود على هذا الاستعمال للقصص في الإنتاج الأدبي بصفة عامة، وفي الخطاب الديني شاملا. لابد أن نوضح دكتور أركون ما تقصده، أن الشائع في اللغة العربية التداولية منذ حوالي قرن هو ترجمة مصطلح أو لفظ لوميت بالفرنسية، ذو ميث بالإنجليزية، بأسطورة. وأنت تترجمها، تقول أن الترجمة الدقيقة لها ما يكافي، ما يعادلها عربيا، هو مفهوم القصص، لأن القرآن يفرق بين القصص وبين الأساطير. نعم، عندي مثل، وهذا يعني صارت لي قصة طويلة لا يتسع لنا الوقت حتى نذكرها هنا، ولكن كتبت جملة أقولها بالفرنسية: Le Coran est un discours de structure mythique. وترجمت هذه الجملة إلى العربية: القرآن خطاب أسطوري البنية. لأن اللغة العربية ترجمت مفهوم كما ذكرت الميث بأسطورة، ولكن كلمة أسطورة، لفظ أسطورة موجود في القرآن وموجود في سياق لا يؤدي المعنى الذي يؤديه لفظ القصص. القرآن يقول إنا نقص عليك أحسن القصص، والقرآن الخطاب القرآني نجد فيه إنما هي أساطير الأولين. من يقول هذا؟ هؤلاء الذين يكذبون ما أتى به القرآن. إذن سياق سلبي، لا يمكن أن نستعمل هذه الكلمة بسبب ما ورد في القرآن. لأننا إذا عملنا هذا لا يمكننا، طبعا إذا جملتي إذا ترجمت هكذا بالعربية الناس يكفرونني. بينما ما تقصده أن القرآن خطاب ذو بنية قصصي مبني قصصي على القصص، كجميع الكتب في العهد القديم والعهد الجديد، وجميع الكتب في الأديان الأخرى الهندوسية والكونفوشيوسية. هذا قاعدة عامة، وعندما تطلق قاعدة عامة تكون مطلقة على جميع الثقافات، هي هذا هو المستوى الأنثروبولوجي للمعرفة. عندما نقول أن هذا شامل لجميع الثقافات البشرية، مثلا الحرام الذي يختلف عن المقدس، وبالفرنسية نقول ساكري أو سان، ونحن في اللغة العربية نقول المقدس، ونخلط بين ما نسميه الحرام والمقدس وما يسمى المقدس. هناك أيضا نقص في الاستعمال اللغوي. هذه أشياء، هي الأشياء هي التي تثير صعوبات في ترجمة كتبي إلى العربية، لأني أستعمل جميع الاصطلاحات التي نجدها في المعجم الأنثروبولوجي، في المعجم السوسيولوجي، في معجم اللسانيات، وفي معجم
الإثنوغرافيا وفي معجم التحليل النفسي جميع هذه المعاجم لا بد من استعمالها، نستمد منها تلك الآلات للكتابة وللتفسير وللتفهيم وللتدريس، وهذه الآلات لا بد من نقلها إلى العربية. ولكن عندما ننقلها إلى العربية، وأنا مثلا أقول ساكري باللغة الفرنسية وتترجم بالعربية المقدس، لا تؤدي المعنى. المقدس هو حياة مثلا أولياء الله الصالحين، يعني حياتهم تنتمي إلى ما نسميه القدس، مقدس، لأنه المقربون من الله. أما ساكري هو ما نسميه في الفقه، هذا حرام وهذا حلال، والحرام هو الذي لا يمكن الإنسان أن يمسه دون أن يكون في من جهة النجاس. ولهذا من الترجمات، طبعا هذه اجتهادات لابد، هذه الاجتهادات نتعلمها من العلم إثنوغرافيا، إثنولوجيا والأنثروبولوجيا. ومع الأسف، وهذا نعرفه، هذه العلوم لم تدرس بعد على المستوى الذي يجب، وخاصة على المجتمعات العربية، لأننا ذكرنا أن البربرية لا تكتب مثلا، ولكن اللغة العربية فيها لهجات، واللهجات لا تكتب، مع أنها لغة الشعب، وهي اللغة الحية، وهي اللغة الحية. وعندنا العرب، وهذا معروف، لغة مستوى من اللغة مكتوب، خاص بالمكتوب، ومستوى من اللغة هي لغة الحياة اليومية. عدم وفي هذين المستويين يعني هناك اختلاف كبير، يعني كبيرة. ولكل مستوى من مستويات اللغة له فضائله ووظائفه الخاص. جانب له علاقة بهذه المسألة، مسألة ضبابية المفاهيم وقصور الترجمة، هو انعدام التراكم المعرفي. لأن مسألة القصص مثلا، لو عدنا إلى بداية الستينيات عندما شاعت كلمة الأسطورة كترجمة لذميث لوميت، شاعت قبل ذلك، ولكن الآن يعني لصقت وتوصلت أنت، لأن الحوار الفكري غير موجود، لأن البناء المعرفي لا يتم بشكل تراكمي في المجتمعات العربية، فهذه الاجتهادات تبقى اجتهادات فردية لا تؤدي إلى تيار فكري يسقل اللغة المعرفية. لأننا البلدان العربية، كل البلدان العربية لم تهتم الاهتمام اللازم علينا ضروري، وهو الاعتناء بمدارس خاصة لتعليم الترجمة، مش ترجمة فقط في المحكمة، ولكن الترجمة العلمية. هناك تراث علمي تراكم ولا يزال يتراكم كل يوم، هناك إنتاج كل يوم لكتب تأتي بمصطلحات جديدة، ولا بد من أن نعتني بالمصطلحات الجديدة التي تنتج في جميع الثقافات والأفكار التي نعرفها. والعربية لم تسنح لها الفرص، وتسنح لها أيضا مؤسسات خاصة لترجمة جميع الكتب المهمة، طبعا مش كل الكتب، لكن المهمة التي تأتي جديدا، تغذي الفكر الجديد، وتؤدي إلى توجيهات جديدة في ما نسميه إشكاليات الحقيقة، بروبليماتيزاسيون. هذا كله لازم نعلموه حتى تغنى اللغة العربية وتمكن جميع القراء
عندما يقرؤون مثلا مخيال أو يقرؤون في العنوان في عنوان كتاب ككتاب نزعة الأنسنة، الأنسنة هو مفهوم لا بد من استعماله اليوم، لأن اللغة العربية قد استعملت كلمة معروفة جدا ومنتشرة في اللغة العربية وهي لغة الأدب، ولكن ابن قتيبة عندما كتب كتاب أدب الكاتب، أدب الكاتب في هذا العنوان لابن قتيبة وللجاحظ وللبوحيان التمهيدي وكذا وكذا، كان يدل بالضبط على ما نسميه باللغات الأوروبية هيومانيزم، لأن الأدب هي الإيحاء، يدل على الإحاطة بجميع العلوم المتوفرة والمنتشرة في مجتمع، والمجتمع في فترة من فترات تاريخه. ازدهر الأدب في اللغة العربية والمجتمعات العربية الإسلامية في القرن التاسع والعاشر، أي الثالث والرابع الهجري، ولذلك نجد كتب وكل الناس عندما يقرؤون كتاب أدب الكاتب الناس يفهمون ما قلته. أما اليوم لو إذا قلت كتاب أدب العربي ماذا أقول؟ شيء ضيق جدا، كلية الأدب ضيق، الشعر والروايات الأدبية وكذا. إذن لا يمكننا أن نستعمل هذه الكلمة لأنها تغيرت، ولأن الفكر العربي انفصل عن هذا المفهوم الذي يدل على مستوى من التثقيف والثقافة، وهذا الانحراف والانفصال يرجع تاريخه إلى بدأ في القرن الحادي عشر أي الخامس الهجري. فلذلك كتبت كتاب ثاني هو في طريق الترجمة الآن للعربية بالفرنسية، أيضا رجعت إلى قضية الأدب بالمعنى القديم، ولكن اليوم لابد من استعمال اصطلاح آخر. ولكن العرب والقراء العرب لم تسنح لهم الفرصة أن يقرأوا كتب خصصت لتاريخ الأنسنة في الفكر الأوروبي ونقارنه بتاريخ الأنسنة كما نسميها اليوم في الفكر العربي، وهذا ما قمت به. ولكن هذا مع الأسف الزملاء الذين يدرسون في المدارس لا يساهمون في هذا. مثلا هذا الكتاب الذي صدر غير موزع في حتى بالفرنسية في نقولوا إفريقيا الشمالية أو المغرب، لا يوجد، رغم أنه باللغة التي وهي لغة منتشرة، رغم أنه بالفرنسية وهي لغة منتشرة في المغرب. هنا أشير لنقص آخر في حياتنا الثقافية وفي الفكرية العربية، لأن الذين يبيعون الكتب في بلداننا لا يهتمون بالعناوين الجديدة التي تصدر باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية باللغة الإيطالية بجميع اللغات الأوروبية وتصدر، ولكن تعالج موضوعات جديدة بمناهج جديدة لا بد لطلبة العرب أن يتعرفوا عليها ويقرؤوها قبل أن تترجم. إذا انتظرنا أن تترجم أين نحن وكيف نتقدم؟ خاصة أن ما نترجم قليل جدا، آخر الأرقام التي صدرت تقول أن ما يترجم في كل البلدان العربية كل العالم العربي يساوي أقل من نسبة 5%، أقل من 5% مما يترجم في بلد وحيد هو ألمانيا. لا أزال منذ 30 سنة أكرر الكلام في جميع محاضراتي في العالم العربي والإسلامي أن هناك ليست هناك سياسة للثقافة والتثقيف، وليست هناك سياسة لإبراز وتأييد تدريس البحث العلمي في علوم الإنسان وعلوم المجتمع، لأن هذه العلوم هي التي تفتح لنا
آفاق جديدة لنفهم تراثنا ولنعيش تراثنا على مستوى علمي ولا على مستوى المخيال الاجتماعي. ولابد من الإشارة أن عدم نجاحك في نشر كلمة القصص كمعادل للميت ذميث قابله نجاح في نشر كلمة المخيال، لأنك أول من استعمل مصطلح المخيال لترجمة ليماجينار وشاعت وشاعت. نعم بدأت أنا وترجم، لأن مفهوم ليماجينار لا يوجد أيضا حتى في الإنجليزية. نعم نعم مش غير موجود. نعم الإنجليزية تقول إيماجينري. إيماجينري لا لا ينطبق أبدا، لذلك كالأسطورة مع الميث. لذلك تستعمل في النصوص الإنجليزية في نصها في أصلها الفرنسي تستعمل. نعم كما هي. نعم مطلق مطلق كمان. هذا هو العمل العلمي، لأن هناك تيارات علمية تبرز في بلد ولا تبرز في بلد آخر. كل بلد له تجربته التاريخية وله أيضا مزايا خاصة باللغة. هناك مزايا خاصة باللغة العربية. نعم. هناك ألفاظ عربية لا يمكن أن تنقل طبعا. إلى لغات أخرى. إلى لغات أخرى. نعم. هذه أيضا قاعدة عامة لجميع اللغات. نعم. يرى أستاذ الإسلاميات في جامعة السوربون محمد أركون أن حضارات البحر المتوسط تشترك في إرث ثقافي تشكل النزعة العقلانية الإنسية التي يسميها نزعة الأنسنة أحد أهم عناصره، ويؤكد أن الحضارة الإسلامية قد ساهمت في تطوير هذه النزعة من منتصف القرن الثاني حتى منتصف القرن الخامس الهجري، على أن أكثر الأجيال الفكرية تمثيلاً لهذه النزعة الإنسية هو ما يسميه الأستاذ أركون بجيل مسكويه والتوحيدي، هذا الجيل الذي تألق خلال القرن الرابع الهجري في الجمع بين شتى أجناس الأدب والفنون والتاريخ والجغرافيا البشرية والفلسفة إضافة إلى الثقافة الدينية المنفتحة، وهي نزعة كان ابن قتيبة قد بادر إلى وضع منهاجها منذ القرن الثالث في مؤلفه المعروف أدب الكاتب، ثم أبدع مسكويه في ممارسة فضائلها في كتابه الموسوم بالهوامل والشوامل الذي يحاور فيه التوحيدي حول مسائل فكرية هي غاية في التجريد والرقي. وليس أدل على اتصال انشغال الأستاذ أركون بهذه المسألة من أن أحدث كتبه هو بعنوان نزعة الأنسنة والإسلام، بينما كانت رسالة الدكتوراه التي أعدها في السوربون في الستينيات تتعلق بنزعة الأنسنة في الفكر العربي. وقد واجه أثناء إعداد هذا البحث الذي تحول إلى كتاب شهير أزمة نجمت عن حال الفصام التي كانت سائدة بين الجو الأكاديمي الخانق الذي كانت تفريضه قواعد الاستشراق الكلاسيكي الصارمة الموروثة عن القرن التاسع عشر، وبين الجو السياسي والفكري العام الذي كان منفتحا ومزدهرا آنذاك، إلا أن هذه الأزمة التي واجهت الأستاذ أركون قد عادت بنتائج إيجابية على مساره الفكري. أحمد الله عليها على أني واجهت، كان لي أن أواجه الجو في الجامعة الفرنسية بالجزائر قبل الاستقلال، ولأني كنت طالب قبل الاستقلال في كلية الجزائر،
جامعة الجزائر قسم اللغة العربية قسم اللغة العربية حيث كان مستشرقون يدرسون. وما كنا قلائل الجزائريون الذين يدرسون العربية ويساهمون في التعرف على التراث العربي، كنا قلائل كجزائريين في ذاك الوقت. ولكن كان مستوى الاستشراق في ذاك الوقت لم يزل متقيدا بما يسمى المنهاج الفيلولوجي الذي اشتهر في الفكر الأوروبي منذ القرن السادس عشر. والمنهاج الفيلولوجي مهم جدا. لابد من التوضيح بأن المنهاج الفيلولوجي هو منهاج تحليل اللغوي القديم. نعم سأشرحه. ما معنى المنهاج الفيلولوجي؟ مثلا في القرن السادس عشر ماذا حدث بأوروبا؟ حدث ما يسميه الأوروبيون رينيسانس، يعني النهضة. نهضة ماذا؟ نهضة الفكر والثقافة المكتوبة باليونانية واللاتينية، وهي المدنية اليونانية والمدنية الرومانية الرومانية باللغة اللاتينية. وهذه الثقافات والمدنيات كانت قد ترعرعت في جو ديني نسميه وثني. دين المشركين. تعدد الآلهة. باغانيسم. والمسيحية تقف مع الباغانيسم الوثنية نفس الموقف الذي يقفه الإسلام. وكان المسيحيون يعني الرفض الكنيسة في القرون الوسطى تكافح الوطنية كما كافح الإسلام الوثنية والمشركين دين المشركين وكذا وكذا. وإذا بهذه أوروبا التي انتشر فيها دين المسيح الكنيسة كاثوليكية في القرن السادس عشر ظهرت الثورة البروتستانتينية مع لوثر من داخل انبعثت هذه الثورة الفكرية من داخل الكنيسة من جهة، وفي نفس الوقت اكتشاف الثقافة اليونانية والثقافة الرومانية. وهذان الحدثان يعني يمثلان انطلاق الفكر الحداثي في أوروبا، لأن لوثر طالب بحرية المساهمة في تفسير الكتب المقدسة حتى لا تكون الكنيسة والبابا والذين يعملون مع البابا يحتكرون هذا العمل. لوثر اتهم آنذاك بأنه لأن له علاقة بالإسلام، لأن حرية تفسير أخرى ما نكثرش على المشاهدين. حرية تفسير النص لا النقطة أهميتها في أن حرية تفسير النص القرآني والوصول النص القرآني مضمونة في الإسلام، ولذلك الكاثوليكية كانت تعتبرها من الثقافة الإسلامية. لأن قضية تفسير الكتب المقدسة مرتبطة بالسلطة السياسية، هذا يجب أن نفهمه في قديم الزمان وفي يومنا هذا. هذا ما يقوله المؤرخ، هذا كلام تاريخي مش ايديولوجي. وهذه الحقيقة يجب مثلا لماذا ابن رشد كان قاضي القضاة بقرطبة، ومع أنه كان ينتمي إلى عائلة مشهورة، جده وجد جده كانوا فقهاء كبار، وهو فقيه ومع ذلك وقف أمامه الفقهاء المالكيون وسلطوا عليه ما سلطوا. لأنه اعتنى في نفس الوقت بالفلسفة. إذن هذه قضية التفسير فيها نزاع طبعا ديني، إذ يتعلق بفهم وتفهيم النص. كلام الله، وفي نفس الوقت سياسي. هذا سياسي.
والخليفة يتدخل فيه، مع أنه في الفقه الإسلامي ليس له حقا يتدخل في أمور التفسير والاجتهاد. إذن هذه في أستبق هنا قبل أن ندخل مضمون نزعة الأنسنة. المعتزلة كمدرسة وكحركة، نعم، ألم يكن من أسباب، طبعا هنالك أسباب أخرى، لكن من أسباب اندثارها أيضا أنها استخدمت سياسيا، أنها كانت في وقت من الأوقات، نعم، تمثل طبعاً الفكر المتحرر ضد السلطة، ثم أصبحت فكرة السلطة. كل ما يمس الكتب المقدسة له فورا علاقة بالسياسة ونتائج على السياسة، والدولة دائما تراقب ماذا يجري هناك، نعم، في ذاك الفلك، نعم، الذي نسميه عال وهو لا يزال متأصل في الأرض. نعم، هذا ما نكتشفه بالبحث التاريخي. نعم، إذن نرجع إلى ما قلناه عن نزعة الأنسنة. عن الأنسنة، ما ازدهرت الأنسنة في أوروبا في هذا القرن السادس عشر بسبب اكتشاف فكر وثقافة عاشت وازدهرت في جو أديان وثنية. هذا اكتشاف، و الجانب الفكري والثقافي لليونان والرومان، والجانب القانوني عند الرومان، نعم، القانون، نعم، عند الرومان، التشريع عند الرومان بلغ أوجا، وهو أبرز مظاهر العبقرية الرومانية. دولة الأوروب، دول أوروبا انطلقت على أساس اكتشاف التشريع الروماني، نعم، له أهمية، نعم، كبرى، من أبرز مظاهر العبقرية الرومانية، نعم، نعم، كبرى. فتح الأبواب تم حسب تحليلك، تم في عهد معين تحدده بالقرن الرابع. طبعا من القرن الثالث إلى القرن السادس إجمالا كان هناك نشاط فكري، لكن أنت تحدد القرن الرابع. الأبواب فتحت، بدأت تفتح في القرن الثامن، في القرن الثامن هجريا. هجريا يعني القرن الثاني الهجري. لا، في القرن الثامن المسيحي الميلادي، يعني الثاني الهجري. الثاني الهجري، نعم، الثاني الهجري، مع بداية بيت الحكمة. نعم، مثلا حركة المعتزلة بدأت بالبصرة، نعم، وازدهرت ببغداد من بعد، ولكن بدأت في العهد الأموي. نعم، إذن لأن هناك تواجد ثقافات ولغات بالعراق قديمة جدا، نعم، لم تموت. نعم، نحن نتصور أن اللغة العربية انتشرت هكذا والدين الإسلام انتشر، لا، الأديان الإيرانية القديمة، الزرادشتية مثلا والمانيكية، كانت حية بلغتها، وكانت المدنيات والثقافات القديمة في ما بين النهرين وفي مصر القديمة وفي السرياك، نعم، السرياني القديمة، نعم، كل هذه الثقافة كانت حية، ونجد في القرآن ألفاظ طبعا طبعا مستعملة طبعا في القرآن طبعا، ومصدرها ذات أصل فارسي أو روماني أو رومي. مثلا عندما نقرأ سورة الكهف نجد فيها إشارات واضحة إلى هذه الثقافة. نعم، إذن نزعة الأنسنة في أوروبا اعتمدت على هذين الحدثين اللذين أشرت إليهما. نعم، فازدهرت هذه الفكرة، فكرة الأنسنة والتيار الأنسني في أوروبا، كما ازدهر عندنا بسبب وبفضل تبني ما
وجد باللغة السريانية، حيث ترجمت كتب أرسطوطاليس وكتب الفلسفة اليونانية والعلوم اليونانية بالسريانية، ثم ترجمت العربية قبل ظهور الإسلام. وعندما جاء الإسلام في تلك المنطقة في سوريا وفي العراق، وجدوا الناس المسيحيون اعتنوا بذلك، والمسيحيون هم الذين توسطوا بين اليونانية السريانية والعربية، ثم بين اليونانية مباشرة أيضا إلى العربية، وأضافوا ترجمة كتب عديدة من اليونانية إلى العربية. ولذلك أصبحت اللغة العربية يعني غنية جدا، وله جميع معاجم العلوم في ذاك الوقت. وهذا ما جعل الظروف الثقافية والفكرية واللغوية، وأضف إلى ذلك الأطر الاجتماعي الجديد التي برزت في المجتمع العباسي ببغداد. التجار مثلا كانوا يؤلفون نوع من مما سيكون وسنسميه من بعد في أوروبا البرجوازي نوعا. نعم طبعا يجب أن المؤرخ يدقق في الكلام. فرق كبير. نعم شفت توقفت. نعم. ما قلت البرجوازية مباشرة. وذكرت التجار. نعم. لأنه نوع فقط من الحركة التي تؤدي إلى تأليف طبقة اجتماعية تأخذ الأبعاد الثقافية والاقتصادية والسياسية. عند ذلك نتكلم عن برجوازية كطبقة ديناميكية مبدعة خلاقة وتناضل لتصل إلى السلطة ولتحتكر السلطة. هذا التجمع بين الدواعي والأبعاد التي تكون وقت استثناء أو فترة استثنائية في تطور الفكر، اجتمعت هذه الدواعي في المجتمع العراقي ببغداد بإصفهان بالري. نعم. الري هي المدينة الكبيرة التي كانت تنافس بغداد في الازدهار وفي الثقافة وفي كل شيء. إذن إيران والعراق، وكان في زمن بني بويه الذين هي دولة أيضا من أصل إيراني. هذا السؤال. وإيران لعب دورا كبير. إيران القديم والإيران الذي استعرب أصبح عربي يكتب باللغة العربية. ولكن مسكويه مثلا كان يفتش في إيران حتى يسأل ما كان يسمى موبذان مباذ. نعم. يعني القاضي القضاة في, نعم. في الدولة الساسانية، يعني الذين كانت لهم كتب قديمة، ويبحث عن هذه الكتب القديمة ليقرأها ويستغلها لكتابة كتبه، منها الحكمة الخالدة. له كتاب اسمه الحكمة الخالدة، ويذكر فيه أطراف أو نباذات انتخابات من التيار الهندي. نعم. الثقافة الهندية. نعم. التيار الإيراني. نعم. من الثقافة. نعم. البيزنطيني. نعم. في ذاك الوقت أيضا. هذا التفتح يدل على تفتح العقل البشري على جميع التيارات المتواجدة والعناصر المتساكنة في هذا الفضاء السياسي الذي كان يحكم فيه تحكم فيه الدولة البويهية. السؤال هنا، السؤال عن أسباب اجتمعت عن السؤال عن الدولة البويهية كونت ومهدت السبيل إلى ازدهار هذه النزعة الأنسانية. بالمقابل كيف تفسر أن هذه النزعة ازدهرت في القرن الرابع وتمثل لها بكثير من المفكرين، لكن بالتخصيص ابن مسكويه والتوحيدي، وكان بينهما حوار، وهناك مفكرون آخرون كثيرون. نعم. هو سميته جيل مسكويه. نعم. والتوحيد. نعم. ووصفته الجيل كله. نعم. هذا منهاج سوسيولوجي. نعم.
لكن شهادتيهما عن عصرهما، شهادة التوحيد والابن سينا مختلفتان. لهم كتاب مثلا، الكتاب المشهور الذي يجب أن يدرس في جميع المدارس، الهوامل والشوامل، المدارس العربية. ولكن يفسر، يجب للأستاذ أن يكون قادرا على أن يفسر كل كلمة التي ترد في كتاب الهوامل والشوامل، ويفسرها بالقواعد النقدية الخاصة بالمنهاج التاريخي، وإلا الفائدة لا تتم. لابد أن نعترف أن كتاب الهوامل والشوامل ليس من أسهل الكتب قراءة، وهو عبارة عن حوار، عبارة عن حوار بين التوحيد والبواب المسكوي. ولكن هذا هو التراث الذي يساعد على تكوين الأجيال عندنا الطالعة في المناهج الحديثة. وهذا الكتاب مثلا الذي كتب في القرن الرابع عشر، يعني قديم، ينتمي للقرون الوسطى، ولكن عندما نتسلح بأسلحة التحليل السوسيولوجي واللغوي والأنثروبولوجي لهذا الكتاب يصبح جديد، نعم، معاصر. نعم نعم، وهو يصبح معاصر طبعا بمسائله الفلسفية العميقة. ويغذيني هذا الكتاب أكثر مما يغذيني كثير من الكتب تصدر عندنا اليوم من طرف الكتاب والذين يكتبون في أشياء، وخاصة في الميدان السياسي. هذا الكتاب يغذي العقل والفكر ويربي الفكر، يعني تربية شاملة كاملة، ويصبح التلميذ أو الطالب يصبح قادرا أن يقرأ النصوص المعاصرة بطريقة أكثر اكتشافا لمحتويات السلبية والإيجابية لكل نص، لأن كل نص عنده نقوص. يعني يتدرب بالمناهج، هذه هي الفائدة التي نجدها في النصوص القديمة. لأن كثير من الناس يؤاخذوني يقولوا لماذا ترجع إلى تلك الفترة القديمة، القرون الوسطى، وشوف الأوروبيون يعتنون. نعم صحيح، ولكن إذا تسلحنا بالأسلحة التي أشير إليها، هذه النصوص لها فضائل في تربية العقل وفتح العقل، عقل التلميذ، عقل الشاب والشابة، يفتح العقول أكثر من كثير من النصوص تنتج. هذه يعني لما فيها حقيقة من استمدتها من التجربة، لما فيها من العقلانية ومن بذور الحداثة التي تنعدم. نعم. الآن نعم. السؤال هو عن الدولة البويهية. أنت حددت أن هذا الازدهار تم تقريبا في فترة، ليس تقريبا، تم بالضبط في فترة الدولة البويهية، التي تعتبر في الفكر التقليدي الإسلامي السني دولة انقلابية نوعا ما، انقلبت على الدولة. لا نعم، دولة لأنهم لا يعرفون يعني أسرار التاريخ والقوة العاملة في التاريخ، العوامل المستمرة التي تنتج التاريخ. والعوامل المستمرة هي الأطر الاجتماعية التي تتكون في كل مجتمع، وهذه الأطر إما تؤهل للتطور والتفتح والإبداع، وإما تكون ضيقة ولا يمكنها أن تتلقى أي شيء ينتمي إلى الإبداع، إلى التجدد وإلى التقدم طبعا. إذن هناك ربط بين الأطر الاجتماعية المتواجدة في مجتمع ما وفي فترة ما من تطور كل مجتمع، أو عدم تلك الأطر. مثلا اليوم الأطر الاجتماعية في جميع البلدان العربية والإسلامية وسائر البلدان التي تنتمي إلى ما نسميه العالم الثالث، لأسباب عديدة الأطر الاجتماعية لم تؤهل، ليست لها الوسائل التي تمكن هذه الأطر من أن يأخذوا كتاب مثلا على النزعة العربية، النزعة الأنسان، وتفهموه، لأنه لم تسنح لهم الفرصة أن يدرسوا في المدارس يتكونوا هذا التكوين الذي أشير إليه. التدريس عندنا فاشل لعدم المعلمين المتكونين
بالتكوين الحديث في المناهج الحديثة. بالنسبة للاستشراق، لأننا دخلنا هذا المدخل عن طريق وصف الجو الذي كان سائدا في السوربون عندما كنت تعد رسالة الدكتوراه في الستينيات، دخلنا هذا المدخل. نسيت شيء، اسمح لي أن أذكره. تفضل. لأننا تفرع الحديث. نعم. الحديث ماذا نبهني إلى هذا الموضوع دراسة الأنسنة في الفكر العربي؟ هو ما حدث بفرنسا بعمل وبأعمال ما هو معروف بمدرسة الحوليات. نعم. بفرنسا. نعم. فرنان برودال فرنان برودال، ولكن قبله لوسيان فيفر ومارك بلوك. نعم. هذان المورخان هما اللذان يعني فتحوا أبواب جديدة وفتحوا فضاءات جديدة للعمل التاريخي وللبحث التاريخي، وغيروا المناهج وغيروا الإشكاليات. أي ماذا يمكننا مثلا، أضرب مثلا لوسيان فيفر هذا، وهو من المؤسسين الشهير، له كتاب عن دينو غابولي. غابولي هو مشهور، مؤلف مشهور في القرن السادس عشر، في ذاك القرن المزدهر، قرن النهضة وقرن الاكتشاف، ودرس دين هذا الكاتب. ولكن دينو عندما درسه درس المجتمع ككل، لأن دراسة الدين يدفع الباحث إلى أن يأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات الحياة البشرية في ذاك المجتمع، ويجمع بين الاقتصاد والسياسة والثقافة واللغات والتاريخ والذاكرات الجماعية والمخيال الاجتماعي، كل القوة التي تعمل في إنتاج تاريخ المجتمع ككل. بينما كنا تعودنا أن نورخ للحوادث السياسية ونذكر أن الدولة كذا وكذا، ولا بغض النظر عن الأبعاد الأخرى، هذا حتى في أوروبا. ولذلك اكتشفنا أن هناك أسلوب لكتاب التاريخ، لكتابة التاريخ جديد، وهو الأسلوب المشهور الذي عرف بأسلوب الحوليات. نعم. وهذا الأسلوب أنا اجتهدت وحاولت أن أطبقه. نعم. لدراسة التراث العربي الإسلامي. بما أننا وصلنا إلى مسألة التطبيق، وإلى يومنا هذا مع الأسف لم يتبع النهج، لم ينشئ ورثة. نعم. كما ذكرت، ليست هناك سياسة تؤيد. نعم. نعم. هذا الاتجاه. من أهم مصادر التأثير التي كان لها دور في توجيه المسار الفكري للأستاذ محمد أركون، وفي الاستجابة لحرصه الثابت على توسيع زوايا النظر وتنويع مستويات التحليل، أنه أدرك منذ فترة مبكرة من حياته الأكاديمية مدى اتساع الآفاق التي فتحها تيار البحث التاريخي المعروف
باسم مدرسة الحوليات، حيث أحدث هذا التيار قطيعة مع أساليب التأريخ الوقائعي السياسي التقليدي، وأرسى قواعد التأريخ المنفتح والشامل الذي يغطي جميع مناحي الحياة ويستخدم مختلف مناهج العلوم الاجتماعية. وقد اتخذ استخدام مناهج العلوم الاجتماعية لدى الأستاذ أركون منذ بداية السبعينيات صيغة خاصة تتمثل في تبيان البنية التاريخية ذات الطبقات المتراكبة للفكر العربي، وفي الكشف عن الأسئلة المطموسة في هذا الفكر، وذلك في إطار واسع هو دراسة الإسلام ضمن منظور المساهمة العامة لإنجازات الأنثروبولوجيا الدينية. وعلى هذا الأساس وفي سياق بروز تيار الأنثروبولوجيا التطبيقية في هذه الفترة بالذات، نادى الأستاذ أركون بوجوب إنشاء حقل معرفي جديد أطلق عليه اسم الإسلاميات التطبيقية. هناك سببان أو داعيان مترابطان. الداعي الأول علمي، تطور الفكر العلمي بالمعنى الذي ذكرناه فيما يتعلق تغيير مناهج الكتابة التاريخية وتغيير التساؤل، الأسئلة التي يطرحها المؤرخ لكل فترة يؤرخ لها. مثلا إذا أرخ أحد للدين في العراق أو في الجزائر أو في إيران في القرن 18، دين الإسلام في القرن 18، يجب عليه أن يتسلح بجميع المناهج التاريخية، والتاريخ يتسلح بجميع العلوم الاجتماعية، لا يكتفي فقط بما كان يسمى المنهج التاريخي النقدي، لا ميثود هيستوريكو كريتيك، المنهاج التاريخي النقدي الذي اشتهر في، مع الأسف ما اتسع لنا الوقت لنفسر المنهاج ما سميناه المنهاج فيلولوجي، الذي لا يزال يعني له مزاياه وله ضرورته حتى اليوم. ولكن المنهاج الفيلولوجي اليوم نستعمله في إطار أكبر وأوسع، وهو إطار علوم الاجتماع، علوم المجتمع وعلوم الإنسان. إذن في الستينات والسبعينات كان ازدهار كبير لهذه العلوم، وخاصة بفرنسا بباريس. فرنسا عاشت في تلك الفترة يعني ازدهار استثنائي، وكان حتى أمريكا ينظرون إلى الباحثين والمفكرين بفرنسا ويدعونهم، ودعيت أنا، بدأوا يدعونني إلى الولايات المتحدة في أواخر الستينات، وكنت أستاذ زائر بجامعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا في 1969. هذا يدل على الاهتمام، شعاع هذه الحركات في جميع الميادين. إذن كنت أعيش بباريس وكنت أدرس بباريس، واستغللت هذا الجو الاستثنائي وقلت يجب أن نثري المناهج التي نستعملها في دراسة الإسلام والثقافة العربية والفكر العربي، وأنا تخصصت في تاريخ الفكر الإسلامي. إذن هذا سبب، وهو الذي أداني إلى أن أقوم بجميع ما قمت به في التأليف وفي التدريس. كنت أفرض دائما على طلبتي أن يواصلوا الدروس مع أستاذ سوسيولوجيا، مع أستاذ أنثروبولوجيا، إجباري، حتى يتكونوا يتسلحوا. هذا سبب. السبب الآخر، أنا جزائري وكنت أتابع كل عام
وأتابع أكثر مما أساهم لأسباب لا يتسع الوقت لشرحها. أتابع ما كان يسمى الملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر. في الجزائر كان ينظم كل عام وتنظمه الدولة، وزير الشؤون الدينية كان ينظم هذا المؤتمر، ويجمع في هذا المؤتمر علماء مسلمون من جميع البلدان الإسلامية، من اليابان، من موسكو، من جميع البلدان. وكنت أنا كمورخ يعني كل عام حضرت، كنت حاضر وأسجل وأسمع وأكثر مما أتكلم. نعم. وماذا لاحظت في هذه الملتقيات؟ استضافة أو استعمال الفكر الإسلامي كوسيلة إيديولوجية أكثر مما هي وسيلة علمية لدراسات علمية، لأن الجزائر كسائر البلدان العربية استقلت في 62، كل العرب كانوا يبحثون على أصالتهم. نعم. وكنا نستعمل كلمة أصالة. نعم. وتصدر من 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 وزارة الشؤون الدينية مجلة مشهورة، وصدرت مجلة الأصالة. كل العرب يتكلمون عن ما معنى الأصالة. نعم. الأصالة هو الرجوع إلى النصوص المؤسسة لهوية العرب والمسلمين. مفهوم في السياق الجزائري هذا تاريخيا، هذا كان قوي جدا ومفهوم أيضا ومفهوم، ولكن كان يستعمل أيضا بالمغرب وكان بتونس، كانت يعني موجة كبيرة، لأن إشكالية الأصالة والمعاصرة المعاصرة كانت وهناك في الاجتماع إلى المحاضرين، العلماء يأتون من جميع البلدان وكلهم لهم خطاب واحد مبني على البحث عن الأصالة، ولكن البحث عن الأصالة مش بوسائل التاريخ كما ذكرنا، وخاصة التاريخ في الستينيات والسبعينات عندما كانت هذه الثورات تحدث بقرب منا وما كنا نسمع بها. هناك قلائل الناس، ولكن الثورات العلمية التيار الكبير هو هذا. نعم. إذن واكتشفت أن لاستعمال أو طغيان الإيديولوجيا وطغيان التيار الذي يبحث عن الهوية ويبني هذه الهوية بوسائل ميثولوجيا وإيديولوجيا عوض أن يتسلح بالأسلحة، قلت هذا يجب أن يواجه بما سميته الإسلاميات التطبيقية. يعني نستمع كما كنت أستمع كتلميذ. نعم. ما أخذت الكلام بعض المرات وحاولت أن أشرح لهم ما كنت أقوم به بسربون وكذا وكذا، ولكن كان صعب. نعم. هذا الأطر الاجتماعية للمعرفة. نعم. الطاغية لم تسمح بذلك، لا تتقبل. نعم. ولا تتقبل الآن. ولا تتقبل الآن. إذن هذا هو سبب هذا التوجيه إلى أخذ هذا الخطاب كما يجري ويدرس وينتشر في جميع المدارس والمجتمع والخطاب الرسمي، يعني طغى على المجتمع. هذا الخطاب أخذته كموضوع للبحث وموضوع للبحث التفكيكي للخطاب. نعم. تفكيك بنية الخطاب الإيديولوجي لإظهار ما ينتمي إلى الإيديولوجيا وما يمكن أن يعزى إلى المعرفة النقدية العلمية. نعم.
وحاولت أن أطبق هذا المنهج، وكنت قد طبقته على النصوص القديمة عندما وهذا هو هذه هي مسيرتي الفكرية والمنهاجية من النصوص القديمة التي كونت بفضلها، تكونت بفضلها كما أشرت في حديثنا الماضي، لأنها مكونة ثرية جدا لبناء المناهج ولاستنتاج مناهج أخرى واستنتاج أيضا نظرة جديدة على التراث. انتقلت إلى الخطاب المعاصر وحللت الخطاب المعاصر بنفس المناهج التي كنت جربتها على النصوص القديمة، وهذا ما يجعلنا يمكننا من أن نورخ للفكر العربي من بدايته إلى يومنا هذا بنفس الوسائل وبنفس المواقف. أنت دوما تعبر عن انتقادك لما ينتج فكريا حتى في الغرب نفسه، وتقول إنه لا يقوم بما يكفي من مراجعة أساليبه وأسسه الفكرية، وتتساءل عن وضع العقل. أشكرك على الإشارة إلى هذا الجانب. كل هذا العمل الذي فرضته وحاولت أن أطبقه في دراسة النصوص العربية القديمة والحديثة والمعاصرة، فرضته كذلك على تاريخ الحداثة في أوروبا، وساهمت وأساهم في نفس النقد والتحليل والتفكيك لخطاب الحداثة، لأني لا يمكنني ولا يمكن أي باحث أن ينقل مناهج من ثقافة وفكر ويطبقها على فكر آخر دون أن يكون على وضوح وعلم بما هي بما بالمناهج التي يأخذها من ثقافة أخرى. هناك كثير من الناس يقولون الأستاذ أركون يكتب كتابك المستشار، هذا خطأ. يدل أن الذين يقولون هذا لم يقرأ. هذه جدالة فيه، لأن النقد الذي توجهه للجوانب النقص المعرفي خاصة في العمل الاستشراقي كبيرة جدا. مثلا هنا بفرنسا كان لي شرف أن أساهم في لجنة العلمانية التي قامت بالعمل المعروف في البلدان الإسلامية والعربية، لأنها ثارت أيضاً ضجة كبيرة. كنت عضو، وفي هذه اللجنة يعني قمت بهذا العمل، وكان جميع الزملاء كلهم راضون ومؤيدون. هذا مهم جدا. هذا يذكرني بروفيسور الكون بمقولة هامة جدا أعدها هامة، وكانت من النقاط التي استدعت مني شخصيا مزيد من الاهتمام بإنتاجك الفكري. كانت في لقاء جمعني بك قبل 14 عاما، عام 92، كان في ندوة في بريطانيا، ندوة فكرية عن العلاقات الثقافية العربية الأوروبية. آنذاك، وكان في أعقاب حرب الخليج الأولى، في ذلك الجو المتوتر. وقد أجريت معك لقاء آنذاك مع هيئة الإذاعة البريطانية آنذاك، قلت لي فيه إن ما تدعو إليه الحاجة بإلحاح الآن هو ممارسة نقد العقل الديني في تجلياته التوحيدية جميعا، اليهودية والمسيحية والإسلامية، لكن في نفس الوقت
لابد أن يقترن ذلك بنقد العقل العلماني. نعم. وبدون ذلك نعم. سيستمر نعم. سوء نعم. التفاهم نعم. لأن العقل العلماني يعتبر نفسه طبعاً. كأنه في حصانة ضد النقد. كل محاولة عقلية حاملة أو معرضة أن تحمل جانب من الإيديولوجيا، هذا من يعني من الوضع البشري. لا يمكن بشر أن يكون ملكا غير يعني معصوم لا يخطأ ولا يميل ولا يحمل خطابه أي شيء ينتمي إلى الأيديولوجيا والميثولوجيا، هذا مش موجود. ولذلك كل العقل يفرض على العقل في كل ثقافة وفي كل فكر هذا الانتباه على أن العقل يخطئ، أن العقل يميل دائما إلى الإيديولوجيا، والمجتمع ككل والأطر الاجتماعية تفريض على العقل ضغطا تجعله يميل إلى إيديولوجيا وينتمي إلى إيديولوجيا. ولذلك أنا ما في حياتي كلها ما انتميت إلى حزب سياسي أبدا ولا نقابة النقابة لها نعم جوانب نعم سياسية نعم طبعا تأكيدا نعم على استقلالية نعم الدور هذا لا يعني أني لا أساهم نعم في التيارات نعم والكفاحة والمعارك ولكن أساهم من موقع استقلالية كإنسان ومواطن يفرض هذا المنهاج الذي يفرضه العقل على العقل. نعم. وهناك كلمة لعبد القادر الجيلاني نعم في الغنية هي. نازعت الحق بالحق للحق. يا جمال نازعت الحق بالحق للحق بوسائل الحق في سبيل الحق من أجل أن أتعرف على الحق، ومع ذلك لن أنجح النجاح الكامل. هذه قمم لا يبلغها إلا الفكر الصوفي. فاستمعوا يا أولي الألباب. نعم. 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 وهذه كلمة عبد القادر الجيلاني تنطبق على الإبستيمولوجيا المعاصرة. هذا ما توصي به الإبستيمولوجيا النقدية. وهذا ما كتبته ولا أزال أكتبه وأدعو إليه وأحاول أن ألقنه تلقينا لجميع من يهتمون بمتابعة نعم مجهودك نعم الفكري نعم في نعم هذا السياق. إذن تتضح فكرتك القائلة، وهي فكرة أعدها أيضا مركزية، أن الإسلام مثل بقية الأديان يمثل تحديا للعلوم الاجتماعية. نعم. لكن العلوم الاجتماعية نفسها إذا طبقت تطبيقا نعم ملائما تمثل تحديا نعم للأديان. نعم. نعم. أليس هذا طبعا هذه حقيقة، لكن أليس هذا هو مبعث عدم تقبل الأطر الاجتماعية للمعرفة لمثل هذا النشاط، لأنها تخشى ربما أن هذه المناهج الحديثة، مناهج العلوم الاجتماعية، منهج الحفر الأركيولوجي لفوكو، منهج التفكيك لديريدا، المناهج الأنثروبولوجية العامة التي تنظر إلى الظواهر كظواهر ثقافية لها بنيتها الكامنة فيها، نعم، إذا طبقت على التراث ربما يكون فيها نفع، لأنها تبين أن التأصيل لا يمكن أن يتم بطريقة ميثولوجية، لابد نعم أن يمر عبر التاريخ. عندي استحالة كتاب باللغة العربية، استحالة التأصيل، عنوانه الفكر الأصولي واستحالة التأصيل. نعم. وكنت أشير إليه. هذا هو نعم. وهذا ما كنت أشير إليه. هذا نعم كتاب نعم موجود في نعم السوق العربي. نعم. ولكن أين هم الذين يقرؤون؟ كنت أشير إليه في السؤال. وإذا قرأوا أين هم الذين هيئوا ومستعدون أن يدخلوا في قلبي القضايا التي تطرح فيما يتعلق باستحالة التأصيل في خطابة البشر اليوم، أوروبيا كان أم غربيا أم صيني أم هندي أم عربي أم إسلامي أيا كان، هذا المستوى هو المستوى
الفلسفي الأنثروبولوجي. بالضبط، هذا هو ما كنت أشير إليه في سؤالي ضمنا، وأنت فهمت أني كنت أشير إلى هذا الكتاب اللي هو الفكر الأصولي واستحالة التأصيل. سؤالي استكمالا له، وكتاب آخر نقد الفكر الديني. نقد الفكر الديني الذي ترجم إلى العربية بتاريخية الفكر العربي، لأنه كتب بالفرنسية عام 84 ثم ترجم إلى العربية، وهو نقد العقل الديني. السؤال هو، بما أن هذا العمل عندما يطبق على النصوص التراثية يفتح آفاق لا مفكر فيها مثل ما تقول، عندما نقرأ القرآن. هذا سؤالي، عندما نصل إلى القرآن نكتشف أشياء لم نفكر فيها بعد. نعم. يعني لم تخطر ببالنا بعد. وأنت تستعمل مفهومين، مفهوم اللا مفكر فيه، نعم، وغير القابل للتفكير أو المستحيل التفكير، نعم، التفكير فيه. نعم. سؤالي بالضبط عن نقطة الخطوة أو الفاصل الدقيق، الخيط الرفيع بين القراءة على النصوص التراثية التي تحاول أن تفهم القرآن أو تفسر القرآن. طبعا هذا مفهوم بداهة أن استعمال المناهج الحديثة يؤدي إلى فتح أفاق لا يمكن فتحها بطرق أخرى، لا شك في ذلك. لكن عندما يصل الأمر إلى محاولة استعمالها على النص القرآني، ألا يفهم سوسيولوجيا أن هنالك عدم تقبل لدى العرب وعامة المسلمين، علما بأن هذه الأساليب عندما طبقت على النصوص الدينية، يعني العهد القديم والعهد وخاصة العهد الجديد، وصلت نوعا ما إلى نتائج تقول أن هذه النصوص مثلها مثل بقية النصوص، وفيها زيف، وفيها البنية القصصية هذه ليست بالضرورة بنية إيجابية، يعني أن فيها أشياء تدعو إلى إعادة النظر. أليس هذا مفهوما إسلاميا؟ نعم. ولكن مثلا مدرسة المعتزلة التي ازدهرت 3 قرون، كثير، نعم، أنتجوا كثير، نعم، والتيار أصبح قوي، نعم، وهذا التيار أتى بأشياء جديدة لم يفكر فيها آنذاك. بعد آنذاك، وكان الإسلام في بدايته، نعم، في مرحلة البناء للفكر الإسلامي، نعم، أنتجوا أشياء يعني جديدة، ومنها ذاك الموقف الفكري والعلمي الذي يقول بخلق القرآن، مفهوم خلق القرآن كقضية، نعم، قضية مطروحة للبحث، ما حسم الحكم أن هناك قرآن مخلوق، لا، طرح مفهوم وطرح افتراض لنبحث عن هذا كما هو يعني الطريقة العلمية. ومن ذلك الوقت أصبح ما كان يمكن التفكير فيه، ما جرى التفكير فيه، ما جرى الخطاب، ما جرت الخطابات والكتب والمناقشات حوله، كان فضاء كبير للتفكير وممكن فيه التفكير ومنتج لتفكير آخر، كل هذا أصبح مما لا يمكن التفكير فيه لسبب سياسي وديني، لأن العقيدة القدرية ما كان لها أن تصدر وتنتشر ولا بدون تأييد من جهة العلماء. هذه هي الظاهرة التاريخية، يعني ما لا يمكن التفكير فيه مش مفهوم فلسفي مجرد عن الواقع، بل هو مؤصل في الواقع، مؤصل في الواقع السياسي. هذا يعني مثل من ذاك المنهج الذي يعمل بمناهج متعددة.
بمثل ما يرى الأستاذ محمد أركون أن الإسلام بتنوع تعبيراته الثقافية وتجلياته التاريخية يبقى على غرار جميع الأديان باستثناء المسيحية تحدياً للعلوم الاجتماعية، فإنه يرى بالمقابل أن العلوم الاجتماعية إذا طبقت التطبيق المناسب فإنها تمثل تحدياً للإسلام في واقعه المعيشي والملموس. وبمثل ما يدعو الأستاذ أركون إلى ما يسميه النقد العلمي للعقل الديني في تجلياته التاريخية، فإنه يدعو بالمقابل إلى النقد العلمي للعقل العلماني ذاته. ذلك أن موقف الأستاذ أركون من مسألة العلمانية يتسم بدرجة عالية من التركيب تتضح في محاولته الجادة لتجاوز الثنائية التقليدية التي تقابل بين العلماني والإيماني، حيث أنه يرفض ما يسميه العلمانية النضالية أو السطحية التي لا تعير أي اهتمام للظاهرة الدينية ولا تدرك وظائف القصص والرمز والعلامة والمجاز في توليد المعاني، وبالتالي في توليد كل أنظمة الدلالة التي يفسر البشر بواسطتها العالم. وبما أن الأستاذ أركون يصدر عن الرؤية الأنثروبولوجية التي تعتبر أن النظام السياسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي مشتق من الأنظمة المعنوية والرمزية والسيميائية التي تتحكم بالحساسية الفردية والجماعية، وبما أنه مدرك لعجز الحداثة عن التوصل إلى حل نهائي للمسائل الإنسانية الجذرية التي تتعلق بالمعنى والقيمة والعدالة والمقدس والرغبة في الخلود، فإنه يدعو إلى ما يسميه العلمانية المنفتحة أو الجديدة التي تؤلف بين الإنسية الحديثة والإنسية الدينية. ويعرف الأستاذ أركون هذه العلمانية المنفتحة بأنها موقف الروح وهي تناضل من أجل امتلاك الحقيقة أمام مشكلة المعرفة. ومع ذلك فإنه يقدر صعوبة هذه الدعوة، حيث يقول إن العلمانية قضية شائكة لا في الشرق فحسب، بل إنها لا تزال قضية شائكة حتى في الغرب. قضية أساسية وتشعل نار في كل مجتمع. لماذا تشعل نار في كل مجتمع؟ أولا دائما قضية اللغة، باللغة العربية نقول العلمانية. نعم. هذه الكلمة لا تدل على شيء. نعم. لا معنى لها. نعم. لأنها صيغة حتى من حيث علم الصرف ولا يعني غريب. ما, 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 ما تجيش في الأذن العربية. نعم. إذن هذا مشكل. نعم. نتكلم على يعني أشياء تشمل تاريخ كامل للفكر في فضاء البحر المتوسط. فضاء البحر المتوسط كفكر وثقافة يمتد من المغرب محيط الأطلسي ويشمل جميع أوروبا، نسميه أوروبا، ويمتد إلى إيران الذي أشرنا إليه مرارا في اللقاءات السابقة. هذا هو الفضاء الجغرافي التاريخي الذي يمكن أن نصفه بفضاء متوسطي. لماذا؟ لأن هناك عمودان عاملان في تكوين هذا الفكر في هذا الفضاء. عمود الأديان التوحيدية، مونوتيزم، هذا عمود كبير ويرجع تاريخه إلى عهد مدنية سومير ب
بقرب من بغداد، نرجع إلى العراق مرة أخرى، العراق وإيران ما هدوا، المدنيات والأفكار التي امتدت وترعرعت وكبرت وأثرت وأنتجت وكذا، وهذا العمود أسميه عمود عكس، لأنه يمتد في الماضي البعيد ولا يزال يلعب اليوم في جميع المجتمعات على سطح الأرض، يلعب دور، لا يزال دور عنف ولا دور سلم، دور عنف ولا دور سلم. لماذا عنف ولا سلم؟ هذا موضوع كبير. العنف بعد أنثروبولوجي للوضع البشري، لا يخلو مجتمع، لصيق بالوجود الإنساني، لا يخلو مجتمع من العنف كعامل تاريخي، والعنف في المعاملات البشرية داخل المجتمع، والعنف داخل العائلة، والعنف بين الأب والأبناء، والعنف بين الأبناء والإخوة والأخوات، العنف المادي والرمزي تقصد، كل شيء. يعني بعد العنف أهملناه بمعنى أننا لم ندرسه بعد، ولا يزال مما لم يفكر فيه بعد حتى في الفكر الأوروبي الغربي الذي نشير إليه كمقدم وكذا والحداثة أنقذتنا من الأشياء القديمة والعقائد القديمة. لا لا لا، هذا عنف قديم جدا. وأنا أربط بين ظاهرة العنف وظاهرة ما نسميه دين الحق، لأن اليهود تقول أنا دين الحق، طبعا المسيحية تقول أنا دين الحق، الهندوسية أنا دين الحق. عندما ننظر إلى هذه الأصوات كلها تستعمل عبارة واحدة، وهذه العبارة واحدة عندما تقال ويقول ويتبناه الجمهور في أطر اجتماعية وسياسية مختلفة، نحن في عنف. عنف لا يمكن أن نصفه بديني ولا يمكن أن نصفه بسياسي، بل هو عنف أساسي في حياة البشر كحيوان سياسي كما قال أرسطوطاليس من زمان. لكن سبق لك أن بينت أن ما يسمى بالنظرية الشهيرة صدام الحضارات هو ليس صدام حضارات وليس صدام أديان، ولكنه صدام مخيالات اجتماعية. هذا عميق، ما كان لا أمم متحدة ولا ولايات ولا متحدة ولا قوة إمبراطورية وآخرة مغلوبة، هذا الكلام كله ما عنده معنى إذا لم يبنى على أسسه الأنثروبولوجية التي يشترك فيها البشر. هذا نعرفه، هناك كتب مليئة، نحن في مكتبة العالم العربي، معهد العالم العربي، وكتب هنا أمامنا، وهي تتركز أساسا على ما يهم ثقافة العالم العربي. ولكن أين المدارس والجامعات التي تطبق هذه المعارف التي أصبحت متوفرة في الكتب وفي الجامعات ولكن لم تصل إلى الرأي العام، لم تصل إلى الشعوب، حتى في الأمم المتحدة؟ نعم. جهال بالنسبة إلى الأديان. نعم. وفي الأمم المتحدة اليوم تيار أصولوي وشعبوي في الأمم المتحدة كما نجده
في مجتمعاتنا. ما معنى هذا؟ تقصد في الولايات المتحدة؟ لا لا, لا الولايات المتحدة في أمريكا. نعم, التيار الأصولي. نعم نعم, الولايات المتحدة التيار الأصولي. الولايات المتحدة أمي, وهو مسيطر ثقافيا وسياسيا الآن في ولكن أمريكا. هذه ظاهرة يجب أن نفسرها. من أين جاءت؟ أستاذ أركون, بالنسبة لظاهرة العنف بما أنك أتيت عليها على ذكرها تحديدا, وهي مرتبطة بما يسمى الآن في اللغة المتداولة الإرهاب, هذا ما هي الفائدة؟ لأنك أشرت إلى أهمية المعرفة التاريخية في تحليل هذه الظواهر التي سميتها ظاهرة أنثروبولوجية يعني لصيقة بالوجود الإنساني. ما هي أهمية مثلا أن نعرف مثلا أن الفكر المنغلق الأصولي المتحجر المدرسي السكولاستيكي مثلا بدأ مع السلاجقة منذ عهد السلجوقي مثلا, ما هي أهميته معرفة هذا البعد التاريخي في فهم الظاهرة الإرهابية أو ما يسمى بالإرهاب أو العنف الآن؟ لأن هذه التيارات الإرهابية والأصولوية والشعبوية التي نشاهدها في أوائل القرن 21 بعدما وعدنا به وعدتنا به الحداثة ووعدتنا به الأديان السماوية كذلك, ونحن في هذا نواجه هذا العنف يعني العام على سطح الأرض. ما معنى هذا الفطرة التي نعيشها بعد الثقافات والمدنيات التي عاشت وربت الإنسان؟ كل مدنية تربي الإنسان. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن العقل لم يلفت النظر بعد إلى أشياء بقيت في الوراء, في الأسرار, في ميدان ما نسميه الأسرار التي لا ندركها, مع أن العلم أدرك أشياء عديدة, ولكن هناك أبواب مغلقة التي لا تدع المعارف التي اكتسبناها وتدرس وتناقش. طبعا مثلا فيما يتعلق بالدراسات القرآنية, هناك كتاب أُلف في أواخر القرن 19 و أوائل القرن 20 ألفه مستشرق ألماني اسمه تيودور نولدكو, اسمه تاريخ القرآن. عمره ما وصل للميدان العربي, عمره ما ترجم, ونشر حديثا في ترجمة إلى عربية. نشر أخيرا. نشر حديثا. هذا يذكرني ولكن إلى الآن هذا يعني وزعه 1000 نسخة محدود, يعني 1000 نسخة. شكون اللي يقرأ مثل الكتاب الذي يعني قبل سنوات ذكرته؟ هذا ما أسميه الأبواب المغلقة. مثل الكتاب الذي كنت قد ذكرته قبل سنوات للمستشرق الألماني عن اللاهوت والمجتمع. نعم, اللاهوت والمجتمع. اللاهوت هذا جوزيف فان أس. في ستة عالم علماء هذا. فنا عمره كله فناه لهذا باش يكتب هذا الكتاب. وهذا الكتاب ثروة كبيرة لجميع المسلمين ليطلعوا على القرون الثلاث الأولى من الهجرة وكيف تكون تاريخيا ما نسميه الفكر الإسلامي, ولكن يعرض لهذا عرض تاريخي كيف ظهرت المذاهب وتعددت المذاهب وعاشت المذاهب هذه التعددية الفكرية مدة ثلاثة قرون. أين هي هذه التعددية في المذاهب
وأصبحنا المالكية هنا والحنابلة هنا والشافعية هنا والإمبراطورية التركية عندما تحكمت وتسلطت على جميع المسلمين من العراق إلى الجزائر. أبو حنيفة، مذهب أبو حنيفة هو المذهب الرسمي، بينما المذهب الشعبي هو المذهب المالكي. بينما أبو حنيفة مبني على التعددية، لأن أبو حنيفة كمالك الآخرين كانوا يلزمون أنفسهم أن يناقشوا زملائهم الذين كانوا ينافسون في الوصول إلى استنباط أحكام تعتبر إسلامية. هذا كله يقتضي منا أن نفكر في لأول مرة في تاريخ الإسلام ما قد فكر فيه الفكر الأوروبي بعد ما نسميه عهد الأنوار. الأنوار في القرن الثامن عشر، ما معنى الأنوار في القرن الثامن عشر؟ هو تحرير العقل من قيود اللاهوت ومن قيود الشرع الذي وضعته الكنيسة لتراقب جميع إنتاجات العقل كما يراقبها العلماء والفقهاء عندنا نفس الشيء، حتى لا يتعدى العقل فيما ينتجه ويفكر فيه الحدود التي وضعتها علوم اللاهوت عند في الكنيسة وفي. وكما أشرنا في حديث سابق، هذا ينتمي إلى ممارسة السلطة السياسية، وتستعمل السلطة السياسية لتسيير وتوجيه العقل فيما يقوله. الأنوار حررت العقل من هذه القيود، وأصبح العقل يطرح أسئلة كما طرحتها في تاريخ، وأصبح العقل يمكنه أن يكتب تاريخ الأديان، التاريخ المقارن للأديان. هذه محاولة بدأ بها العلماء بأوروبا في القرن التاسع عشر، قبل ذلك ما كان يمكن، لا يمكن التفكير في هذا. ونحن إلى الآن، وذكرت في كثير من البلدان مثلا مفهوم الظاهرة الدينية. لماذا الظاهرة الدينية؟ ظاهرات القرآن، الإسلام مفهوم، ما علاش نزيد الظاهرة هذه؟ والظاهرة الدينية معناها أنه لا يمكن العقل اليوم أن يتكلم عن الأديان في المدارس الثانوية أو في المدارس الابتدائية، وحتى طبعا التعليم العالي في الجامعات، إلا إذا وصل العقل إلى ما نسميه الموقف، أقوله بالفرنسية لايك، لا إذا قلت العلماني نتخبط في 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 في، لكن ليس لنا كلمة أخرى بالعربية إلا العلماني. نعم. نسميه لماذا؟ لأن هذه الكلمة لايك لها تاريخ طويل يرجع إلى الفلسفة اليونانية، قرون من التاريخ، قرون من المناقشات، قرون من التفكير والكتابة. إذن لا يمكن أن نتخلى عن هذه الكلمة دون أن نعرف أصولها، مراجعها، والفترات والمراحل التي مرت عليها، وهي مراحل النزاع والنزاع العنيف. الناس يسجنون، الناس يقتلون بسبب هذا، لأن السبب ديني
وسياسي في نفس الوقت، دائما مرتبط. أنت ذكرت قضية اللايسيتي هي الخروج من هذه الدائرة، الدائرة التي تجمع العنف المنبعث من اللاهوتات التي هي من بنية من إبداع الإنسان وممارسة الإنسان. تعني بذلك باللاهوت التحجر الديني، التحجر، إغلاق العقل أمام الاجتهاد، وليس الدين في حد ذاته. يعني بذلك علم يستمد أشياء من الكتب المؤسسة للأديان العهد القديم، يستخرج أشياء من تلك الكتب ويركبها تركيبا حتى تصبح بنية مغلقة من المفهومات، وبنية مغلقة من القوانين، وبنية مغلقة من الحرام والحلال. سؤالي الأخير لك أستاذ أركون، لأن الوقت أدركنا والوقت سريع مع الأسف. مع الأسف. ولذلك أرجو أن يعني ذوي الأمر والذين يتكلفون بهذه الشاشة المباركة يسمحوا للفكر بمزيد من الوقت. نعم. وبالمزيد من المساهمة. ذكرت مسألة الاستعمال الديني للسياسة والاستعمال السياسي للدين، لابد من التوضيح أن تاريخيا الكنيسة كانت مسيطرة على المجال الديني، لكن بالنسبة لنا نحن الآن أن ما تذكره هو استعمال من الدولة للدين وليس العكس. ولذلك سالة الدماء في هذه المدينة التي نحن فيها الآن، تقصد باريس، الدماء بقرب من هذا المكان في ساحة الجمهورية وفي ساحة الباستي. هذا هو تاريخ العلمانية، ما يسمى العلمانية. له تاريخ بالدم اللي سال. كان هنالك من أجل هذا. سؤالي الأخير، كان هنالك أمل في فترة منتصف القرن التاسع عشر حتى قبل نهاية منتصف القرن العشرين في ما يسمى بالعهد الليبرالي نوعا ما في العالم العربي، أننا بدأنا ندخل في نوع من فكر الأنوار، ثم تراجع ذلك كله. هو آخر ما رأيتك تنتقده هو أن طه حسين مثلا، وكنت في زيارة إلى مصر بعد موته بقليل، أصبح عرضة لانتقادات كبيرة في ميزان طه حسين، في ميزان الإسلام. ما هو أنوار الجندي؟ ما هو تفسيرك؟ كتب كتاب. نعم. وصدف أني زرت القاهرة في العام الذي صدر فيه الكتاب 74 أو 75، وإذا بالطلبة يقرؤون هذا الكتاب ويقبلون بشغف على هذا الكتاب. شفت يعني هذا انقلاب كبير، انقلاب في توازن القوة الإيديولوجية. وأصبحنا في ذاك التيار الذي لم يزل يكبر ويطغى ويغلب سوسيولوجيا، ويجعل كلامنا مثلا في هذه الحصص يعني استثنائي. نعم. وهامشي. هامشي. نعم. هامشي. نعم. ونحن نسعى إلى أن يصبح مثل هذا الكلام غير هامشي، على الأقل عبر الحوارات الفكرية معك. إن شاء الله. شكرا بروفيسور أركون. بمساعدة الجزيرة. وتحاول لأنها اكتسبت يعني دور كبير في العالم. وهذا الدور يجب أن يعني يحفظ ويتعهد. نعم. بالعمل يعني. أن يتبنى هذا. نعم. هذا الخطاب. نعم. شكرا أستاذ أركون. شكرا لك. إلى اللقاء. شكرا.
Si vous voulez, j'allume de l'autre côté pour les lumières. Non. Okay.
بنشوف البي بي سي لابد يعني نشوف قناة عربية عادة تكون لما الجزيرة أو العربية نشوف شنو الأشياء اللي تنقل خلاص نقلتهم وكثير من زملائي تقول لي أنا عملت كذا ما نشوف وتونس تنشهر كذا تونس ما تشوف ولا فما برنامج واحد ساحات نشوف بالصدفة إذا موجود اسمه رواق الكتب كي نحل تونس قناة تونس دائما موسيقى موسيقى عمري ما شفت برنامج لا ما نرقصوش ما عملوش ولا إنتاج هو الأخبار الجزائر مرة مرة يعني أحسن الجزائر لكن تونس لا عمر أسوأ تلفزيون لا لا جو ريغارد سيستيماتيكمون دو تيتر ماروك باش نشوف دوزيام أحسن أحسن قناة هذيك ديال تونس أسوأ واحد أسوأ واحد دوزيام الماروكان أحسن واحد وي مستوى في دي بروبليم بلاد الدوزيام كونسيبسيون تاعها موديل عملت واحد نحس على البي سبيريتواليتي ساعة كاملة لا جيدين جيدين واللي عجبني بينا اللي يعملوا برامج بالفرنسوية بالعربية دوني فوق الواحد يعطيه هذيك مسألة أخرى لأنها خاص بريفي مش بتاع الدولة بريفي والمغرب تحرر المغرب متحرم دي تحرر أي لا كله كومبليك ذاك المركب اللي تتكلم العربية وتفرق عن الناس والناس ما يتابعوش ما يفهموش لا متحرر بالمعنى الصح بالمعنى الصح المغرب في اكسجين تحس بحرق اكسجين انا مرتاح كثير انا تعرف المغرب ايضا كنت عاجبني ساعات افكر نقول في الاخر الاحوال نروح نعيش في المغرب يعني بالحق من كثر ما نرتاح هي في سور واحده انا ثاني حتى في تونس انا مرتاح ولكن كل الناس يقولوا اش ممكن نكسر كل شيء واللي نخاف بيان سور لا وانت طبعا ترتاح لانك تروح كالزائر لكن لو تبقى شوية طبعا راح تختلف تحس الكلام اللي يقولوا فيه مش معقول انت لو تقارن كان ما كان ما يتقارن ولا شيء فيعني لا الوضع في اختناق واي واحد يقول كلمة اي ابسط كلمة حتى واحد ما خسرنا الموضوع مرة قال لنا يا اخي في تونس الان المشكلة مش انك تنتقد النظام ويدخلوك الحبس لا الان يشوفوا كل الناس لازمها تصفق إذا شافوك صفقت مش بالحرارة المطلوبة ينادوك يقول شبيك تصفق وأنت بفوتور تصفق صفق يفو إيما تغدو الانيرجي هذا مان سيترو مرته داخل هذا ما عندوش حتى إسناد يعني واحد ينقل منه قال هذا الشيء وما قالش ولا ما كانش إسناد أما بورقيبة شحال ناشرون عنه ولا عملها ولا كذا انترفوني وعنده ثقافة انا نديش بيان سور عنده ثقافة انا نديش دو بوبولاريتي وشي دو دانكونستونس بوليتيك بيان سور وعنده نظرة على شكل كان عنده فيزيون معينة ومثقف هذا تاعنا ليزت سيف كما يقال يعطوه يقرا يشكلون استثناءات طبعا يعني واحد تسوق معاه بسبب الاسباب انا
معقوله النقد لما اتفق في باريس ما يقولوا هما هما سوبجيني بيان سور الناس اللي معاودوا لك Allez-y. Allez-y. سيدي بارك الله فيك. شكرا شكرا يا دكتور، بارك الله فيك. كل سرور. شكرا شكرا. الجهاد الاكبر. الجهاد الاكبر بالضبط. كان لازم يكبر. بالضبط الجهاد الاكبر. الجهاد الاكبر. صح صح. بارك الله فيك يا سيدي. شكرا. اعني الجهاد الاكبر. سي بيان سي بيان دو فير انكور. وي وي. يا اون بتيت بريسيزيون لا سي بيان. بالضبط. شكرا يا ستي. شكرا. هذه لحظات بالنسبة لي مفعمة بالمعاني. طبعا طبعا. وبعدما قلنا وتبادلنا وهذه تبقى إن شاء الله مكتوبة طبعًا في التاريخ. طبعا طبعا طبعا. خاصة في تاريخ إفريقيا الشمالية. بالضبط. يدل على أشياء فضاء مفتوح. نعم. وإحنا غلقناه. لا هو لو كان خصوصا بعد الحوادث اللي جرات منذ الستينات يعني أصبح مغلوق على الناس كل وتقولهم إفريقيا الشمالية يا إفريقيا قارة قارة إفريقيا الشمالية والجنوبية وال وسطى يقول لي يوسف بحر المتوسط ما عرفناش ما عنده اتصال به. ابسط الاشياء يوسف صديق يقول لي قبل مده يقول لي الكتاب اللي طلع قبل مده السونتر كولتوريال فرونسي في تونس هو اللي عزمه يروح لتونس تو. ابا وي مي سا سي ميم اوسي الى المغرب وبلادك مت مت لا وين قلت ما نمشيش كيفاش نتكلموا الناس طبعا طبعا وجو طبعا قلتوني انا بنفسي الوضع يقول لي حتى وزير الثقافه عينوه الان انا عمري ما سمعت به عينوه وزير الثقافه في تونس هذه جماعه زوجة الرئيس زوجة الرئيس عندها هذا عين وزراء شوف شوف قال لي حبيب العريس وهرماسي وش صار هرماسي سال الان وزير لا لا خرجوه ما عادش حطوه وزير خارجيه بعد نشالوه الان مش وزير خارجية ماشي وزير خارجية صار له مدة ما عادش وزير خارجية وهو يسافي كون يعني Thank you.
هذا المضمون للخطاب العقلاني. Merci. Pardon. Quand vous voulez. Dès le début, ça. Ouais,
Venir. Ouais. Enfin, c'est à gauche de toi ou à droite de toi? Est-ce que tu peux faire? À gauche. À gauche. عادي عادي الجزائر الجزائر عاملين شيء أيضا تريد ما عرفش الجزائر كان الأولين عملوا ندوة في شهر شنو عن أي موضوع؟ عن مكدو لأنه عاش في طبعا طبعا وكتب والمقدمة Thank you.
quand vous voulez. C'est vrai. Ouais. Oui, oui. Alors, il faut regarder le. Oui, nous allons voir. Après, vous, Monsieur Khedr, c'est bien. Mais oui. Ah, on marche. Okay. Oui, oui, oui. نعم بالفونتينو لينا نعم. ابن خلدون. ايه. ابن رشد. ايه. في الليتراتور. الليتراتور. تلحيدي. لا لا هذا فونتينو ديال الاسلام. اما ما يليقش فيها. نعم. هذا اللي فو لا باتري. لا باتري هو لو سول. ارض. الارض والطقس اي 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 اما لو يكون اسلامي المعيار هو الارض اما لو يكون اسلامي يكون فيه التوحيد يكون فيه الجاه شو نسيبا باسكو الاسلام كيف يعني وعنده الحق ايش تقول مسكين ما يحبش المسلمين هذول مسكين طبعا هو Le poète de la caméra.
quand vous voulez. Ça abrite. Oui. Il faut regarder le. Oui, là, on va voir. Vous, monsieur, c'est un tabac, mais oui. نعم بالكونتينر لينا نحن. ابن خلدون. ايه. ابن رشد. ايه. في الليتراتير. الليتراتير. توحيدي. لا لا هذا الكونتينر ديال الاسلام. اما ما يدقش لي. نعم. هذا هذا اللي فو لا باتري. لا لا باتري. لا باتري هو لو سول. ارض. الارض والطقس اي اوتر شوز اما لو يكون اسلامي المعيار هو الارض اما لو يكون اسلامي يكون فيه التوحيد يكون فيه الجاه شو نسيبا باسكو الاسلام كيف يعني وعنده الحق ليش ريفولت مسكين ما يحبش المسلمين هذول مسكين طبعا هو